ديال عوده العالقين راه يجب ان ننتبه، راه لسنا في وضع طبيعي، راه حنا في وضع يعني اللي كيعرف واحد التقلبات. حنا في واحد الوضع قلت اللي كيعرف واحد المتغيرات وواحد التطورات ماشي يوميه ولكن من ساعه الى اخرى. الحكومه واجبها ان تحافظ على سلامه المواطنين، ان تحافظ على المكتسبات اللي حققتها بلادنا، فبالتالي كتاخذ القرارات فيما كيكون التطورات. خدات الحكومه القرار ديال انه نظم واحد الرحلات للمغاربه اللي سافروا مؤخرا وعندهم اقامه فعليه، نرد عليكم نرد عليكم. قلت الحكومه قررت انها المغاربه اللي كيقيموا في بلادنا اللي تيقيموا في المغرب بشكل فعلي وسافروا لسبب من الاسباب، كاين اللي سافر من اجل زياره العائله، كاين اللي سافر من اجل السياحه، كاين اللي سافر من اجل التطبيب الى غير ذلك، صابوا تما. منين خدينا القرار الاول كنا عطينا حوالي تقريبا واحد 24 ولا 48 ساعه، كاين اللي ما قدرش ياخذ الاجراءات ديال السفر. فبالتالي من بعد اكتشفنا بانه كاينين مواطنين مغاربه عالقين في مجموعه من الدول. هاد المغاربه خصهم يدخلوا، وطبيعي انهم خصهم يدخلوا، اتخذ القرار على اساس انهم يدخلوا، لكن كنا غيدخلوا من ثلاثه ديال المناطق، كنا من الامارات العربيه المتحده. علاش؟ باش الناس المعنيين بهاد المنطقه هذه يمروا عبر المطارات ديال دوله الامارات العربيه المتحده اللي غتكون فيها رحلات مباشره. جينا للمنطقه تقريبا الوسطى اللي هي تركيا بحكم اسيا وبحكم يعني اوروبا الشرقيه. جينا للبرتغال، قلنا الناس اللي في اوروبا الغربيه ولا الناس اللي في شمال اللي في امريكا الشماليه يجيو عبر هذه المحطه هذه. وطبعا توضع واحد لو ديسبوزيتيف على اساس انه الناس ملي غادي يوصلوا بلاك بي اس ار ويجيو يلتحقوا بارض الوطن غادي تكلف بهم الحكومه على نفقتها مده 7 ايام في واحد الفنادق اللي طبعا فنادق يعني محترمه، وغادي يكون واحد التتبع يومي للحالات ديالهم، بمعنى انهم هما في لوطيل وكيعملوا لي بي اس ار باش نشوفوا ياك ما كاين شي حاله ديال الاصابه، لان هاد الناس هادو الا دخلوا مباشره ومشاو للعائلات ديالهم كاين خطر على العائلات ديالهم، كاين خطر على المجتمع، كاين خطر لا قدر الله الحاله اذا كانت شي حاله ايجابيه انه كاع هادشي اللي تعمل على مستوى التلقيح وهادشي اللي عاملها بلادنا واليوم كتخرج وكتشعر بانه كاينه شبه حياه طبيعيه ما نضيعوهاش. ظهروا حالات وحده اخرى وظهر واحد الوضع اللي هو مقلق في الجوار. قلنا يجب ان ننتبه. الحكومه اخذت قرار وبلغت البارح عبر القنوات المتاحه على اساس ان اخر اجل لهذه العمليه هذه هو يوم 23/5/23 دجنبر. ومن بعد الحكومه سوف تستمر في مراقبه الوضع وفي التتبع ديالو.